قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع قناة سي بي اس الأمريكية إن أسامة بن لادن خطط لإحداث شرخ بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن إيران ليست ندا للسعودية، وأن الفكرة الإيرانية تسلل لأجزاء كبيرة في اليمن، وأن الحوثيين يستغلون المساعدات لصالحهم، مشيرا إلى أن السعودية لم تعاني من أزمة مالية لكنها كانت تسير باتجاهها، وأن الهدف الأول هو معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال، مضيفا أن المملكة ستعلن عما تقوم به لمحاربة الإرهاب.